السلام عليكم إخوان، تبارك الله عليكم. فيديو جديد إن شاء الله اليوم. مهم عموما بالنسبة للغولف 4 عندها جوج ديال الأشكال ديال هاد لو سير ديال هاد لي كومبيوتر. عندها هاد الشكل هذا اللي عنده هنايا ما كاملاش الدائرة، اللي عنده شوية هنا هاد دايرة هادي، وعندها هاد الشكل هذا اللي عنده هادي دايرة. شنو الفرق؟ هذا هو، هذا كاين في النوفو 2000 2001 عندهم هادو، ولونسيان 98 99 عندهم هاد الشكل هذا ديال هاد لو سير. المشكل ديال هاد لو سير، المشكل اللي عندنا في هاد لو سير، عندنا هادو ديال لونسيان عندهم الفلاش في هاد لي تشيب بجوج. راني سبق لي درت واحد الفيديو على هاد لي تشيب هادو، فما كيتقراوش فوق الطبله بشي ولا من الاو بي دي بشي حاجه، ولا ضروري خصك تقلعهم وعاد تمضي في شي حاجه ولا. وبالنسبه للنوفو، لا النوفو عندهم الفلاش هنايا في هذا البيت هذا، هو هذا الشكل هذا، هما هادو كيكونوا هنايا بزاف، فهادو كيتقراو غير من الاو بي دي ولا تقراهم في الطبله غير من هنايا، من هاد لي بين اوت من هنايا بالخيوط. اما العكس ديال هادو صعابين، ضروري خصك تقلعهم وعاد تمضي فيهم وتولي تردهم تسوديهم، فشويه صعابين. دونك حنايا باش غادي نبدلوا هاد لو سي او، غادي نديروا هاد لو سي او هادي. دونك اللي مطلوب منا هو نبدلو هاد لو سي او. الوغ باش نبدلو هاد لو سي او، راه ماشي نفس الفيسون كيما شفنا هنايا، هاد الفيسون مبدل، راه ماشي ركبنا القديم. القديم كيكون عوج، انا غادي نوريه لكم. فمضطرين اننا نبدلو الكاسيطة اللي فيها هاد الفلاش ديال البيت تي، سهلة الخدمة، كتقرا بالاو بي دي، ممكن نزيد فيها في الخيل. وهذا هو حنا بغينا نديرو السطاج الاول، وهذا الشيء علاش بغينا نبدلو هاد الكاسيطة هادي، راه ما غيخدمش فيها السطاج الاول صعيب. غادي نديرو هادي ديال النوفو، واخا هي راه ديال 110 نيت. فغادي نضطروا اننا نبدلوا الفيسو، وغادي نبدلوا ستاراسيون كامل والكاسيطه كامل، وغادي نتبعوا معنا. اذا كما قلت لكم خصنا نبدلوا الفيسو كومبلي. انا قلعت الفيسو ديال هذه، هو هذا، هو في الارض، هي هذه الكاسيطه ديالها اللي كنت قلت لكم ديال لونسيان، كتكون عوجه من واحد الجنب. هادو هما الخيوط ديالها، انا قلعناها كومبلي بالفيشات ديالهم كاملين باش ما ينوقعناش مشكل. جبنا هذا الفيسو الجديد، هو هذا ديال هذا الدي سي كانز بي ام بلس اللي لون ديال نوفو، راه كتكون في 2000 2001. وجبنا لها فيسو كومبلي، قلعناهم واحد الطوموبيل حتى هو بلي فيش ديالو وكل شيء، باش غادي نلصقوا كل فيشه في بلاصتها، ما نقطعوا حتى حاجه ما والو. عندنا شي شويه الموديفيكاسيون ولكن قليل، الخيوط كيبقاو نفس اللون. اذا هذا الفيسو هذا غادي نحيدوه، غادي نجمعوه، وغادي نقادو هاد الفيسو الجديد ديالنا اللي جبنا، هو اللي غادي نوليو نركبوه في الطوموبيل. راه غير فيشات في كل بلاصه، شي الفيشه ديالنا ديال 110 حتى هو، هذا راني قلعتو كومبلي، غادي نولي نردو هنايا. والهدف كيما قلت لكم هادشي كله باش نتمكنو نديرو السطاج واحد السطاج جوج، لان ديك الكاسيطه القديمه ما كتمكنناش باش نبروغراميوها. اذا من بعد ما ركبنا هاد الانستالاسيون كومبلي في بلاصتو كيما كتشوفوا، دابا راه كلشي راكب في بلاصتو، ردينا كلشي بحال حنا ما حاولنا، ما يمكن جبنا غير جبنا ستراسيون كومبلي، غير ركبنا قلعنا لي فيش ركبنا قديناه كلشي رديناه في بلاصتو. ستراسيون القديم ها هو بقى هنايا. دابا غادي نمشيو باش نهزو الكاسيطة ديالنا نديوها للمكتب باش ندوزو لها ستاج ان ونجربو ونشوفو النتيجة. بالنسبه للفيشي اللي باغينا انجيكتيو في الكالكيلاتور، هو هذا، راه فيه جولف 4 110 وفيه 125 ديال الخير. غادي نقراو هنايا بهذا اللوجيسيال ديال الام بي بي اس، غادي نشوفو بالضبط شحال فيه ديال الخير. هذا فيشي مخدوم مقاد مريقل، غادي نمشيو نجيبوه. راه عندنا هنايا فيشي ديال الجولف 4، هو هذا في السطاج واحد، غادي نقراو هنايا نشوف شحال فيه ديال الخيل. دونك هو هذا الفيشي، راه فيه شي 125، هاد 122 جايه في الجنب، دونك فيه شي 125 ديال الخيل. هذا الكوبل هنايا فيه 270،
ولكن هنايا فيه 125 بالضبط، 125 ديال الخيل. دونك هذا هو الفيشي اللي غادي انجيكتيو اللي فيه ستاج واحد ان شاء الله. اذا الكاسيطه هي هذه اللي قلت لكم دي سي 15 في ام بلس. دابا غادي نحاولوا نضيفوا لها هاد الفيشي. هذا هو فيناش، هذا هو فين هذا جولف 4 110 ستاج واحد فيه 125 اش بي، 125 الخيل. غادي انجيكتيو دابا في هاد الكاسيطه هادي. نفتحوا هاد الام بي بي اس. عندنا هنايا الفوز فاغ الجولف تي دي اي. اذا غادي نمشيو باش نكتبوه، غادي نقلبوا عليه هنايا في البيرو. جولف 4 هو لا ماشي هذا، هو هذا اللي هو هذا الفيشي. جولف 4 ديال 110 16 125 غادي نكتبوه دابا في هاد الكاسيطه بروغرامير. دونك هو تعرف على الهاردوير ديالو السوفتوير. دابا غيبدا يكتب، ها هو بدا كيكتب، هو بدا كيحسب، هو كنشوفو هنا راه بدا كيحسب. ها الداتا بدات كتنقل من هنايا كتطلع. دونك غادي يتعطل شوية، أنا غادي نقطع على ما يسالي الفلاش باش ما يكونش فيديو طويل بزاف. إذا الفلاش هو تسالا، هو كتبو صافي. دابا غادي نمشي نركب هاد لو سي او في الطوموبيل وغادي نجربو وغادي نشوفو وغادي نعطيكم النتائج. بالنسبة لي اخوان الموتور ديالنا هو هذا، التيشيرت السخونية راني مازال ما ركبتهاش، ولكن راني خرجت غير نسيي الطوموبيل نشوف واش كاين شي فرق، واش كاين يعني مازال الحوايج بزاف ما رقيناهم. فغادي نشوفو غير واش كاين شي فرق دابا بالنسبة للطوموبيل. راني خرجت للتراكس الكبيرة باش نسييو نشوف. بسم الله، دابا غادي نجربو الطوموبيل ديالنا بسم الله، نشوفو الربي ام كيطلع بسرعة. غادي دوزيام 80، المهم هانتوما كتشوفو تروازيام كاتريام، الطوموبيل كتهز بلاصتها سانكيام. المهم حنا مغنزيدوش فوق هاد السرعة هادي، من الطوموبيل تبدلت جذريا 200%، ولات كتريبوندي بسرعة بزاف كاع، وزادت تبدلت. المهم الطوموبيل 100% تبدلت جذريا، وهادشي اللي كاين هاد النهار، وكنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد الفيديو. تبارك الله عليكم.